طويلة كانت الأيام التي جمعت بين توماس شاف وكلاوس ألوفس لمدة 13 عاماً في نادي بريمن، وبدا الرجلان كثنائي لا يمكن أن يفترق أبداً، غير أن الأمور تغيرت قبل 3 شهور حين انتقل ألوفس المدير الرياضي من بريمن إلى فولفسبورغ. صحيح أن فولفسبورغ لا يحظى بالتعاطف الذي يتمتع به بريمن، غير أنني أدركت مدى صعوبة تقبل الآخرين للقرار السريع بالانتقال إلى فولفسبورغ وحدوث ذلك في منتصف الموسم الكروي. على أي حال كان تقديري لهذا الأمر مختلفا بعض الشيء، فأنا أرى أن هذا كان أفضل توقيت لمغادرة النادي كمدير رياضي، لأنه تم الإعداد للموسم بكامله والانتهاء من العقود، فضلا عن أن تشكيلة الفريق في بريمن كانت مكتملة بعد دعمها بعناصر جديدة. الانفصال جاء بالتراضي ودون أضرار، ولكن ما الذي دفع ألوفس للانتقال إلى فولفسبورغ؟ التحدي وإثبات الذات في مكان جديد وربما بشكل أفضل وبنجاح أكبر. ربما كان هذا هو الحافز، وهو نفس ما حدث لي مع بريمن، حيث كنت أطمح إلى التحسن من عام لآخر أو توفير المعطيات المثالية، وهذا في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلي. فقد غاب النجاح في السنوات الماضية، حيث فاز فولفسبورغ ببطولة الدوري في عام 2009 وبعدها غاب النجاح. توفر الإمكانات المادية كان أحد الدوافع المغرية للانتقال إلى النادي. فضلا عن ذلك الإنسان يتمنى النجاح لناديه الذي يعمل من أجله ويريد أن يكون محبوبا، وهذه الناحية مهمة ويجب العمل عليها. وهنا يكمن الفارق، فالناس تتحدث دوما عن المال عندما يتم ذكر اسم فولفسبورغ، وهذا المفهوم يجب أن يتغير قليلا. ولكن كيف؟ فشركة فولكسفاغن التي تملك الفريق من أكبر الشركات العالمية، والمال لا يجلب التعاطف في كرة القدم. الفوز ببطولة الدوري في 2009 لم يغير هذا الأمر. فولفسبورغ يفتقد إلى شيء مهم وهو العراقة. ربما نادي فولفسبورغ حديث العهد بالمشجعين، ولا يمكن مقارنته مع أندية عريقة أخرى كبروسيا دورتموند وشالكة وبايرن ميونخ مثلا. هذا التشجيع تتوارثه الأجيال، وهو أمر نفتقده حاليا في فولفسبورغ، لكن هذا ليس معناه أن نفقد الأمل ونستسلم. صحيح أننا لا نستطيع المنافسة في العراقة، لكننا نضع الأساس حاليا بحيث نصل إلى هذه العلاقة من خلال توارث الأجيال لتشجيع النادي. وربما بعد 20 و30 عاما يمكننا الحديث عن نادي فولفسبورغ بشكل مختلف تماما. ما هي فلسفتك حول القيادة الجيدة للنادي؟ ما هو أهم شيء أو ما هو المهم عموما؟ أريد التركيز على اللاعبين. نحن من جهة لدينا طموحات كبيرة، وعلينا استخراج أقصى القدرات المتوفرة لدى اللاعبين. من جهة ثانية علينا التحلي أيضا بالصبر وإظهار روح التفاهم عند تقديم الفريق لأداء سيء، والأهم أن نسعى لأن يكون التعامل بين الجميع إنسانيا. المشكلة الرئيسية هي المساواة أحيانا بين الصبر والعيوب أو غياب الحلول، وإذا لم نتدخل في هذه الحالة فسنفقد القدرة على طرح الحلول، ولن ندري ماذا بوسعنا فعله للتغلب على الموقف. هنا يجب ألا نخلط الأمور، وعلينا على سبيل المثال دعم قرار المدرب عندما يرى أن لاعبا يلعب بشكل جيد ويستحق المشاركة في المباريات بسبب جهوده. تنفيذ قرار المدرب واجب حتى لو تعارض ذلك مع رأي الجمهور أو مع وسائل الإعلام. هنا نستطيع إظهار الصبر، وأعتقد أن هذا يعود بالنفع على الفريق. المدرب ديتر هيكينغ سيستفيد من هذا الرأي وسيستعيد النجاح بهدوء. فهل سنرى في المستقبل هيكينغ وألوفس ثنائيا ناجحا لا ينفصل؟ والآن عليك تقييم الفريق من خلال الكلمات التالية، وأفضل علامة هي 10. كادر الفريق من حيث الجودة أعطي 6 أو 7 درجات. النجاح الرياضي 5 من 10. إدراك الذات 8. الجمهور
يمكن أن يكون أفضل. المدرب هو الحل المثالي لنادي فولفسبورغ. المدير الرياضي نفس الشيء، مثل المدرب ديتا هيكينغ.